يوما ما سنتقن الحديث عن الأحلام التي لم تتحقق بقلب ملؤه الرضا وبروح بان عليها آثار الزمن والعمر الذي أسرع المسير، وسينطق العقل الذي أضناه التعب. فوضى الاستقرار هي عنوان كتاب المؤلف أحمد خليفة، التي جسدها في كتاب أدبي يضم عدداً من المواضيع الأدبية التي تعالج حالة الفوضى الإنسانية التي نعيشها في حياتنا في مجالات عديدة. كتبت كتاب بعنوان فوضى الاستقرار، وهو كتابي الأول. فكرة الكتاب ومسمى بعنوان فوضى الاستقرار استوحيتها من حالة الفوضى الإنسانية اللي إحنا منعيشها، ولكنها للأسف تختبئ بذكاء تحت غطاء من الاستقرار. كتير منا للأسف عايش مجموعة من قصص الفوضى في حياته، ولكنه بيبذل مجهود استثنائي كل يوم ليبين قدام الناس أنه هو في حالة مستقرة وفي حالة طبيعية. حالة الفوضى هاي بأكثر من مجال، في علاقاتنا بالحب، بالزواج، بالصداقة، علاقتك بالمجتمع، بماضيك، بالحاضر، بالمستقبل، وحتى بعلاقتك مع نفسك. قصص الفوضى كتيرة، ولكن أنا حاولت أني أعالج أبرز المشاكل اللي منعيشها في حياتنا واللي بتسبب لنا في مسيرة حياتنا الفوضى. كما تطرق الكاتب لألوان عديدة من النصوص التي تؤثر في داخل إنسان يعيش الواقع الصعب في مسيرة العمر التي كتب القدر مسارها منذ لحظة الميلاد. ما يشد القارئ بكتاب أحمد هو تنوع موضوعاته، فموضوعاته بعضها خواطر وبعضها قصص حقيقية وحصلت لأحد الأفراد من حوله، وبعضها عبارة عن يعني فكرة قد جاءته هنا أو هناك، رسمة وضعها هنا أو هناك، فتنوع هذا العمل. إنما هو يندرج في معظم هذا الكتاب في الخواطر التي كانت تخطر على باله. كتاب وانت بتقرأي فيه بتحسيه قريب من شخصية الواحد، بحكي عن الفوضى، عن فوضى البني آدم نفسه. هلأ كل واحد فينا عنده بيكون فوضى بيومه، ببيته، بشغله، فبس ما بيظهر هاي الفوضى مع الناس، بيكون انه قدام الناس بين حاله انه هو لا ما فيش عنده هاي الفوضى. فالكتاب بيحكي عن هاي الفوضى وبيحكي عن كيف الواحد بيكون مخفيها، فبيلامس شعور الواحد من جوا. كتاب فوضى الاستقرار حالة إنسانية جاءت مهداة لأولئك الذين لديهم الكثير من الأحلام والمعاناة، ولكنهم يبحثون عمن يعبر عنهم وعما بداخلهم بطريقة تلامس أحاسيسهم ومشاعرهم دون تكلف أو مشقة، حيث أدى الكتاب تلك المهمة بأسلوب أدبي فريد ينبئ عن خيال خصب وقدرة جيدة على توظيف الكلمات ببراعة. ألا أبو حمدي، رؤيا.